السؤال الأول يقول الشاعر: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في اليد. الطول يعني الحبل، المرخى أي المرخي، وثنياه أي طرفاه. عين نوع ما واللام في البيت، هل هي شرطية واللام لام القسم، ما نافية واللام حرف جر، ما مصدرية ظرفية واللام مزحلقة، ما نافية واللام مزحلقة؟ الاختيار الثالث هو الاختيار الصحيح، لأن ما هنا بمعنى مدة. لعمرك إن الموت مدة إخطائه الفتى لك الطول. أما اللام فهي داخلة على خبر إن، وبالتالي هي اللام المزحلقة. السؤال الثاني يقول الشاعر: إن كان عادكم عيد فرب فتى، بالشوق قد عاده من ذكركم حزن. عين سبب اقتران جواب الشرط بالفاء. فرب فتى، هل هي جملة اسمية أم جملة طلبية أم جملة فعلية فعلها جامد أم جملة تسويفية؟ الاختيار الصحيح والاختيار الأول جملة اسمية، لأن رب حرف جر شبيه بالزائد وكلمة فتى مبتدأ، إذن الجملة هي جملة اسمية. السؤال الثالث قال الشاعر: إذا القوم قالوا من فتى، خلت أنني عنيت، فلم أكسل ولم أتبلد. التاء في عنيت في محل رفع فاعل أم في محل رفع نائب فاعل أم في محل رفع اسم عنيت أم حرف لا محل له من الإعراب؟ يكون التاء لا محل له من الإعراب إذا كانت تأنيث ساكنة، وهذه ليست ساكنة وليست للتأنيث، إذن الاختيار الرابع مستبعد. والفعل عنيت ليس من الأفعال الناسخة، فبالتالي في محل رفع اسم عنيت مستبعد. إذن الاختيار ينحصر ما بين في محل رفع فاعل وفي محل رفع نائب فاعل. الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح، في محل رفع نائب فاعل. السؤال الرابع: عني المعلم بطلابه النجباء. عين إعراب المعلم والنجباء على الترتيب: فاعل مضاف إليه، نائب فاعل نعت، مبتدأ خبر فاعل نعت. الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع، فاعل ونعت، لأن عني هنا بمعنى اهتم، وبالتالي هو من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. أما عني في بيت الشعر الذي ذكرناه في السؤال السابق، خلت أنني عنيت، فكانت بمعنى قصدت، فهو مبني للمجهول. أما هنا عني فبمعنى اهتم، فانتبه إلى هذه المسألة. أما طلابه النجباء، فطلابه معرفة بالإضافة والنجباء معرفة بأل، لذلك أعربت نعت. كثير من الطلاب يعربونها مضاف إليه، وهذا خطأ كبير، لا يوجد مضاف إليه بعد كلمة بها ضمير متصل. السؤال الخامس: وامشي الهوين مظهرا عفة، وابغي رضا الأعين عن هيئتك. إعراب كلمة الهوين: حال منصوب بالفتحة المقدرة، مفعول مطلق لفعل محذوف، نائب عن المفعول المطلق، مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة. الاختيار الثالث هو الاختيار الصحيح، نائب عن المفعول المطلق، لأن الهوينة تبين نوع المشي. وكلمة الهوينة والقهقرة والقرفصاء غالبا تعرب نائب عن المفعول المطلق، عندما تقول رجع الجيش القهقرة أي رجوع القهقرة، وجلس الصبي القرفصاء أي جلس جلوس القرفصاء. انتبه عزيزي الطالب، النحو مادة فهم لا حفظ. عين إعراب الكلمات المظللة:
أجدر مشية بالفتاة الهوينة من أنواع الجلوس المعبر عن الحزن القرفصاء. جيشنا لا يعرف القهقرة. كتب كثيرة تكتب أن هذه الكلمات الهوينة والقرفصاء والقهقرة تعرب دائما نائب عن المفعول المطلق، لا تعرب غالبا وليس دائما. لابد من القراءة والفهم، فالفهم الفهم أبنائي. أجدر مشية بالفتاة الهوينة، هذه جملة اسمية، أجدر مبتدأ ومشية مضاف إليه، الهوينة خبر مرفوع بالضمة المقدرة. وفي المثال الثاني، من أنواع الجلوس المعبر عن الحزن القرفصاء، من أنواع خبر شبه جملة مقدم والقرفصاء مبتدأ مؤخر. جيشنا لا يعرف القهقرة أي لا يعرف الانهزام، فالقهقرة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. السؤال السابع، يقول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. حدد نوع ما وإعراب كلمتي نقصان وإنسان على الترتيب: شرطية مبتدأ نائب فاعل، نافية مبتدأ فاعل، زائدة مبتدأ نائب فاعل، زائدة فاعل نائب فاعل. الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث، نوع ما زائدة وإعراب نقصان مبتدأ وإعراب إنسان نائب فاعل. كلمة ما إذا وقعت بعد إذا الشرطية فهي زائدة، أما كلمة نقصان ففيها فكرة، لأن جملة إذا ما تم تعتبر جملة اعتراضية، وأصل الكلام لكل شيء نقصان إذا ما تم، لذلك هي مبتدأ مؤخر وخبره شبه الجملة لكل شيء. أما كلمة إنسان فنائب فاعل لأن يغر مبني للمجهول، فلا يغر إنسان بطيب العيش. السؤال الثامن، يقول الشاعر: وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. إعراب كلمتي وجه وأيمن على الترتيب: مضاف إليه معطوف، خبر مبتدأ، مفعول مطلق فعل ماضي، مبتدأ مؤخر معطوف. الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني، خبر ومبتدأ. كلمة وجه خبر لكلمة أحسن، وأحسن وجه في الورى وجه محسن. أما كلمة أيمن فهي مبتدأ وخبره كف، وأيمن كف فيهم كف منعم. وجاء في امتحان الثانوية العامة جملة شبيهة بهذا الإعراب وإن كانت أكثر تعقيدا، وأسمى رسالة نقدمها للعالم كله أطفال، وكان طالب إعراب أطفال، وهي خبر لكلمة أسمى، أسمى رسالة أطفال. قلت معقدة لأنه وضع فيها نعت، جملة نقدمها للعالم نعت لكلمة رسالة، وأسمى رسالة نقدمها للعالم كله إيه؟ أطفال.